الصوت هيتغير حسب أو بسبب اللي قبله. وفي نوع ثالث اسمه Pulsant Assimilation، وده بيكون فيها two sounds combine، صوتين بيتحدوا مع بعض to form a new sound، فيعملوا لي صوت جديد. زي مثلا لما نيجي نقول don't you، اوكي، فالده مع اليه عامل صوت ج sound، did you، would you. طبعا مع continuous speech بتكون بالسرعة والسلاسة في النطق، وده برضو نوع تاني من الاسميليشن او اكزامبل تاني من الاسميليشن. يعني لما اجي اقول مس يو مس يو، لا هي هتبقى مشي، لكن لما اجي اقول اسرع هضطر اني اغير واعمل قواعد الاسميليشن. من الاسميليشن هي لو بممارستها هي دي الايز نوت، يعني لما تيجي تتكلم مع ناس فرانتلي او تتلاقى الفلوينت سبيكرز هتلاقوهم بيتكلموا بالاسميليشن بشكل طبيعي، لانك مش عارف قواعد الاسميليشن دي. يبقى حتى اللي مش ناوي يطبق ده في السبيكينج بتاعه مضطر انه برضه يتعلمه ويعرفه علشان يقدر يفهم ده في الليسننج اللي بيسمعه. ده براكتس فريزز، مفيش فناتكس اور فونولوجي من غير براكتس، والبراكتس بتكون صوتيه. فبليز، ان في رولز احنا مش عارفينها او في حاجه مفقوده، نيجي نقول بويز غلط كده، اسمها بويز، ليديز، اجي اقول طيب باجز، لا اسمها باجز. هنا بقى الرول اللي بتنتهي بالباه ساوند او لتر بي، زي كراب، لتر جي اللي بيتنطق ج ج ساوند، اوكي، والان والان جي اللي احنا عرفناها الصوت ده، والليتر اف او اي حاجه تعمل صوت الاف اهو، كلافس، لا او زي في الاخر لما اجي اضيف له اي اس يتنطق ايز. يعني مثلا ريس هي اصلا اخر صوت فيها س س ساوند، يعني اخر صوت فيها كانه اس، يبقى ريسز، اوكي، فبيتنطق ايز ومش تقيله ايز كده، بنخفف ايه لصوت الشوه اللي احنا عرفناه از 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 از، يبقى ريسز، ريسز، باسز، بوكسز، rises, guesses, watches, dashes, changes. يعني كمان بتتنطق مخففة كمان عشان أعرف أنطق الأس اللي بعد. دول مهمين جدا جدا على مستوى الكلمة. هنا بقى ملهاش علاقة بالcontinuous speech، علاقة بالspeaking، علاقة مباشرة بالreading حتى. ما ينفعش بقى أقول place، ما ينفعش أقول بقى words، لا خلاص بقى أنا فهمت. عندنا كمان الـ pronunciation of ED، وبنطقها ت، واكيد شفنا ده قبل كده، لما اجي اقول ما بقولش لوكد، بقول لوكت لوكت، وساعات بنطق ايد برضه ايد برضه. طيب تعالوا نشوف الاول مين اللاترز. طبعا هنا وضحنا اكتر للي برضه يحب يرجع للسن بتاع الكونسنانس، ان احنا بنعرفهم كساوند بس نعرف السبب برضه ليه الاصوات دي بالذات، لان الاصوات دي اسمها فويس، فالفويس هي اللي بنستخدم لها د، والفويسلس بنستخدم لها ت، دي اسمها فويس، استخدمت معاها الز، فنعرف ان دول فويس. طبعا اللي ذاكر الكونسنانتس بقى وعرف يحدد place of articulation وال manner of articulation والفويسنج بتاع الكونسنانتس، فمش هتقابله مشكله كبيره هنا. دول لما نضيف لهم اي دي نطق د، وخدوا بالكم د مش اد، يعني كولد مش كولد، ها، cleaned cleaned مش cleaned، offered مش offered، يعني مش اد مش اد، لا هنا ده بس مجرد بضيف الده ساوند. والشه ساوند زي ما تشوفوا مثلا في الاس اتش washed، لما نيجي نحط له اي دي فبنضطر هنا نعمل ايه، نحط مش يح ساوند، هو مكتوبه واي بس هي مش يح ساوند، هي اي فاول زي ما شفنا في الاكزامبل اللي فات. دول اهم بوينتس خاصه بالاسميليشن. كمان روح عند حاجه اسمها مينيمال، مينيمال بيرز، وهيعرفني كمان ان اختلاف صوت واحد في الكلمات معنى مختلف طبعا. زي ايه؟ زي لما اقول ايه، بص بقى الاثنين دول مهمين قوي، لان دي ايه، بي وبي، اللي هو ممكن بالنسبه للعرب ما يفرقهمش، ينطق الاثنين زي بعض، لا هم مش زي بعض، دي اسمها بات ودي اسمها بات.
متشابهين في كل الساوندز ما عدا هنا ات ات، هنا ان ان، هنا ان ان، نفس الاصوات بس اختلفت هنا بس في الصوتين الف والب. ممكن تعتبره ده برضو براكتس الساين. نروح لبارت جديد اسمه الاجن، والالاجن جايه من الحذف بحذف. وات از الاجن؟ الاجن از ذا اوماجن. طبعا في ناس بتقول لك ايه ده بياكلوا الكلام، هم مش ماشي ما بياكل الكلام يعني بيحذف اصوات، ممكن بس مش بمزاجه، مش اي اصوات اكلها، مش اي اصوات اوقعها. usually to make pronunciation easier or faster. برضو الهدف، هدف كل الفونولوجيكال رولز ان يخلي النطق اسرع واسهل. في تايبس اوف الاجن، حذف اما vowels يعني بحذف الفاولز. مثلا من قواعد الالاجن dropping t sound between consonants، اللي في النص يكون تي ت sound next door، وعملت هنا dropping للتي. نفس الكلام للدي، طبعا بتقلب ايجيبشن انجلش لو انا اضطريت اقول الدي، ما هو مش خطا اني انطقه، بس المهم فين؟ لو انت بتعمل ده لهدف تعليمي هتنطقه، لو فورمال سبيتش في كلام رسمي في مناسبات معينه زي خطبه او محاضره يبقى هتنطقه برضه. بليز طبعا البراكتس ده مهم جدا جدا، تطبيقه ريكوردنج، يبقى تراي سينج ذيس فريزز كويكلي اند ناتشرالي، نحاول نطبق اللي احنا اخذناه.